أظن كلنا متفقين إن الراجل والست كائنين مش بس مختلفين، لا دول مالهمش أي علاقة ببعض. في بقى شوية ناس غلابة لسه شايفة إن الفروق فروق بسيطة في تفاصيل وكده، يعني شايفين إن الفرق بين الرجالة والستات عامل زي الفرق ما بين البي التقيلة والبي الخفيفة مثلا. هما مش في نفس المنطقة خالص حضرتك. الفرق بين الرجالة والستات عامل زي الفرق بين اللغة الصيني والفانيلا الحمالات مثلا. ده بينطبق برضو على الصحوبية، صحوبية الرجالة حاجة وصحوبية الستات حاجة تانية خالص. مثلا مبدئيا كده نلاحظ ان لسبب ما الستات بيحبوا يتحركوا في مجموعات اسراب كده، في مواقف مش محتاجه الترابط الاجتماعي الشديد ده خالص، زي مثلا تلاقيهم يحبوا يروحوا الحمام مع بعض، فهمش ليه، وما بينهم سينك رهيب مظبوط بالشعره، يعني تحس ان هم فريق باليه مائي كده ما شاء الله. طبعا مفيش الكلام ده خالص بقى، الصحاب الرجاله بيخلعوا من بعض عند اول ناصيه. اطول وقت ممكن الصحاب الرجاله يقضوه مع بعض هو وقت بوله الاستيميشن او الترنيب، وده عشان قوانين اللعبه مش عشان بيحبوا بعض، على نني عينهم يعني. كائنات بدائيه جدا. بالنسبه للعواطف هتلاقي ان صحوبيه الستات مبنيه بشكل اساسي على شويه عواطف كده، مشاعر، جلسات، عياط، احضان، مشاركه اسرار، تحس ان في علاقه وكده، ودي حاجه غريبه طبعا بالنسبه لنا. ودي بالظبط نفس الحاجات اللي الصحاب الرجاله بيتجنبوها طول الوقت، ما يجوش ناحيتها ابدا. الجزء الانساني ده ما لهمش فيه خالص. تحكي لي عن نفسك ليه يا معلم؟ انت خطبتي؟ اظبط ياض. بس طبعا لاجل الامانه الصحاب الرجاله ليهم لحظاتهم الانسانيه برضه، يعني ساعات لما بيبقى في واحد صاحبي عنده حالة وفاة مثلا ممكن اعدي عليه اجيب له سندوتش فياجرا مشوي اروح اقف جنبه، بس دي بتبقى لحظات ملزقة يعني بنحب نعديها كلنا بسرعة. يعني الخناقات بقى، الخناقات عند الصحاب الستات بتمر بمراحل كتير جدا. اولا قفش، يحصل موقف يقفشوا، القفش ده بياخد اسبوع تقريبا، بعد ما يقفشوا يقيروا في فتره تقيير كده، بعد التقيير يبداوا يفكوا شويه، فتيجي مرحله التنييق، تبقى ما انت مالك من ايه؟ لا انا مقيره، في كلام بس بشكل مش مريح. بعد التنييق تبدا جلسات المكاشفه، ودي بتبقى عمليه معقده فيها عتاب ومراحل من اللوم، تبادل اتهامات، فض احراز، تفريغ مكالمات، سماع الشهود، بعدين في لحظه الانهيار والعياط، بعدين يبوسوا بعض، خلاص كده. خناقات الصحاب الرجاله بقى كالاتي: ولا على فكره انت كذا، بمنتهى الادب يعني بيقولوا بشياكه كده، وعملت كذا، يقول له ايه يا عم كبر حقك عليا يا عم، انت في ايه بس يا عم كذا، برضه بشياكه فظيعه، يقول له خلاص فقول عليك بالليل على القهوه بقى، خلصت بسيطه. بمناسبه الادب بقى، الشتايم، العلاقه بين الشتايم بين الصحاب الرجالة وقوة الصحوبية علاقة طردية. ازاي؟ كل ما الصحوبية زادت وقويت كل ما الشتايم كترت وبقت أكثر أباحة، هي معروفة. بالعكس تماما عند الصحاب الستات، العلاقة عكسية، الشتايم ممكن تقضي على صحوبيتهم للأبد. طبعا الشتايم عند الستات غير الشتايم عندنا خالص. شعرك مش حلو النهاردة، أو الأصفر مش بيليق عليكي، ده يبقى حزن أسود. كمان الصحاب الستات بيلقطوا شويه تفاصيل تعجز العين المجرده عن ملاحظتها. شفتي نهى سلمت على شيرين ازاي؟ مدت ايديها وما بستهاش، لما شيرين بستها نزلت شمال الاول، ها خدتي بالك، وبعدين يمين، ده شكلهم كده متخانقين من حوالي 3 اسابيع، واضحه جدا طبعا. الصحاب الرجاله بقى يقول لك هو شريف وخالد بيضربوا بعض في الشارع ليه؟ هم قافشين ولا ايه؟ يقول له شريف مين؟ بليله، مفيش. عندك الشوبينج مثلا، الصحاب الستات لما بيروحوا شوبينج مع بعض ينزلوا يفطروا، يشربوا قهوه، يلفوا على المحلات، صوروا سيلفي في الحمام مع بعض برضه بالي مائي، يخشوا على الفيسبوك ينزلوا صورتهم مع بعض، يكتبوا احلى اصحاب في الدنيا، بموت فيكو، فيلينج هابي اند درينكينج كافي، يتخانقوا على جزمه ويشتموا بعض، يتقاطعوا، يقعدوا 3 اسابيع منيقين ويروحوا من غير ما يشتروا حاجه. ده الستات. الصحاب الرجاله بقى يدخلوا اول محل يشتروا بنطلونات هي نفس اللي هم لابسينها بالظبط، بس سليمه، يعني اللي لابسه مقطع والتاني هو بس شكله انضف شويه من غير ما يقيس ولا اي حاجه، وبيشتم صاحبه اللي دخل محل تاني شتايم يعني يتمس الشرف احيانا، ويتكلوا على الله. خلصت، قضيت المصلحه. لو عايز بقى يا معلم تقارن صح وتعرف مين اللي تمام، ارجع للفطره السليمه، الاطفال. شوف الاطفال وتعلم، تقابلوا في النادي اغراب، تصاحبوا يلعبوا وينبسطوا يروحوا من غير اي هاري، لا تليفونات ولا حوارات ولا حتى تعرفوا على اسماء بعض، عيال مية مية. طبيعه الام يا جماعه، احنا مش هنخترع العجله، لكن خلاص انا كبرت وبقيت بشتري نفس البنطلون اللي عندي هو هو، وبقيت بتشتم من صحابي دليل على الاعجاب، شتايم فظيعه. ليه يا زمان ما سبتناش ابريه؟ ليه؟